ازيكم؟ على مدار ال10 سنين اللي فاتت شفنا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بيكسروا العديد من الارقام القياسيه، تقريبا مفيش رقم قياسي ظل صامدا يعني مع الكبيرين كبيري القوم في ال10 سنين اللي فاتت. يعني لو قلنا انه في رقم قياسي ممكن نوصفه بالرقم القياسي قدر كمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ان هم يكسروه، فهو فكره المدوره ويعني تحويلها لخرافه. فكرة انه ازاي اللاعبين دول ما بتحصلوش على راحة، تقريبا يمكن في الفترة اللي فاتت بس بدأوا يحصلوا على راحة، لكن على مدار 10 سنين اللي فاتت دول ما كانوش بيحصلوا على اي راحة وبيستمروا على نفس المستوى. هي دي الفكرة، انه يعني ممكن الناس تقول انه اغراض تجارية انه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يفضلوا في الملعب، لكن الحقيقة انه كمان كانوا يفضلوا الملعب وبيحافظوا على مستوى. كنا حتى بنقول انه ساعات ميسي ورونالدو يتمتعوا بنفوذ وبيجبروا مدربين على وجودهم في الملعب عشان هم عايزين يلعبوا، لكن الحقيقة انه مش بس بيجبروهم على كده، لا ده هم فعلا كانوا بدون اي راحة وكانوا بيستمروا في المحافظة على مستواهم في داخل الملعب. حتى شفنا انه يعني يمكن بعد لما بدأ يكبر في السن شوية لاعبين اصغر منهم ومع ذلك كانوا بيحصلوا على الراحة الكافية من المدربين، لكن ليونيل ميسي ورونالدو لم يكونوا يحصلوا على نفس هذه الراحة. فهو حاجة من اتنين، يا اما هم حولوا الفكرة دي لخرافة فعلا، يعني حولوا فكرة المدورة لخرافة ان مفيش حاجة اسمها مدورة واللاعيبة ممكن ما ترتاحش عادي وتستمر بنفس الفكرة، يا اما هم الخرافيين. وانا ارجح الفكرة التانية طبعا، ان هم الخرافيين بدنيا فعلا وقدروا يحافظوا على مستواهم بشكل كبير، ومش بس الاغراض التجاريه هي اللي خلتهم يفضلوا في الملعب بالشكل ده، لا لانه فعلا يعني ما فيش اي مدرب يكره ان هو يبقى موجود ميسي ورونالدو طالما هم بدون راحه وقدروا ان هم يحافظوا على مستواهم. فدي برضو نقطه تحسب لهم بشكل كبير جدا جدا على مدار ال10 سنين اللي فاتوا، وتخليهم في منزله تانية تماما عن اي لاعب اخر في الفتره دي من كره القدم.